الناس اللي تجي تقول لي يا سكرجي انا مانيش مخبيها، لازم تفهموا حاجه، انا ما عندي حتى مصلحه، دار المصلحه تاع ان كوبي لي لايف ماشي ندير كاع صح. بون الناس كي ريبوز لا كيسيون لا ليست ما لا ليست لا ليست ما لا ليست، شوفوا لا ليست هذه تاع سكون ابل لا ليست اللي ماركيو فيها الارهابيين، لازم تفهموا حاجه، لا ليست هذه ما عندها با. نحضر معكم درك احمد اكتب معايا تبع لا ليست، لا ليست اكبر معاهم لا ليست باسكو سي انتريسون باسكو سي فري كلا كيسيون روفيان سوفان. بون يا انا ميم كي ميديز بوكو تو ديباس سور لا ليست، جي تي ريبوندي. بون درك نفهمكم واش هي لا ليست هذه. جي تي كونداني ا 10 ans في محكمه الدار البيضاء هذه، والله ما على باليش عندها شهرين وقيلا، قريتها في الصحافة كيما نتوما بيناتنا كنت على بالي من قبل. جي تي كونداني شوفوا جماعة اون بو با مي كونداني بلا ما نكون على بالي، باش تكونوا في علمكم كي خمو يكونداني مني جيتي وكورو. المهم خلينا الموضوع هذا، انا كبران تاع فرماج وعندي معرفة صحيحة. ايمون كونداني احباط معنويات الجيش، الدعوة الى شيبانايا déstabiliser la nation. Je suis là, là. Attendez 10 ans. Mohamed Alger, SVP, pour participer aux missions Zoom. Il a dit, mais je n'ai pas Zoom. Je suis en train d'organiser ça. Je suis un insane malade. Déjà, je dis, c'est une semaine à technique. D'accord. Je vais récupérer, je vais parler avec vous. Ça. Aounouni, c'est pour aller chez je vais tout mettre en place. Oui, je suis bizarre. Même une TV web et une radio web. Ça sera... elle s'appellera Massinicia Radio TV. المهم سي سرا دو ويب سي الالكترونيك سي خاص بينا، وكيما قالت الدوله بربي ان شاء الله سرا خاصه بلا سيكت نتاعنا. جام بيان لو ليدي تاع الدوله. بون جو ريفيان سا. من بعد كاينه لا ليست هادي. اولا ايها الشعب الجزائري اللي تسمعوا فيا، لا ليست هادي ما عندها حتى معنى، هي لا دستورية غير قانونية. لا ليست هذه اللي يكتبوا فيها الإرهابيين هذه قائمة نون كونستيتيوشنال ولا انكونستيتيوشنال، الله سامي شمال الترم شي مان باك في يقولها في القانون، وغير قانونية. سو ني با زان دوكيومون ليغال داكور، سي دو خرطي صح. Maintenant, c'est quoi un terroriste? C'est quoi le terrorisme? Il faut le qualifier. Bekri, le terrorisme, l'irhab, haja allati turhib, ce qui fait peur, ou la engage la peur. Oui, khalilhom la place vide, l'amir des aides et compagnie, ma Allah ma yhemmouni. Ana nas li yismouni yakfiouni. Yismouni 10. يفهموني جي ترانسمي مون ميساج. لو ريست ما يهمنيش فيهم باسكو ماني بابا حتى واحد، ماني مات حتى واحد، ماني رب حتى واحد، ماني نبي حتى واحد. دونك جو ريفيان او فيف دو سوجي. لا ليست هذه ما عندها حتى معنى. سيت اون ليست، سيت اون ايبي دو داموكلاس خرطي. بيان سور دون ان ايتا خرطي وين لو دروا سي دو خرطي، وين هما بعد ان ابليك ميم با لا ريغل دو دروا اللي هما داروها اكسترا. لا ليست هذه ما عندها حتى معنى. Maintenant, si vous voulez aller au de la liste, elle n'a jamais été en train de en tant que terroriste. Parc. Rached, mon dama Erhabia. Rached est une organisation terroriste. Oui. Rached, demain, dans des conditions idoines, correctes, ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique, se transformera, aura des appendices. Terroriste armé. C'est le cheminement dicté par Mu'tamar al-Umma. Al-Siyasa, al-Barlaman, à défaut Siyasa, al-Jam'iyyat, ou al-Jam'iyyat, ou al-Intikhabat, nta al-Hurra, etc., et gagner le maximum de parts dans le Parlement, le jour J, l'action armée est privilégiée. C'est un cheminement narfou. نعرفوا ماشي لي تيرك. تو سون ليست
Tous les gens qui travaillent avec les étrangers, c'est des ennemis, de toute façon, c'est clair, net et précis, on ne va pas le répéter. Oui, mais j'explique au peuple. Je pose la question, Cheb Al-Jazari. Où est-ce qu'il y a notre Taraka dans les années 80? Ils étaient où? Où est-ce qu'il y a les Qataris dans les années 80? Là, je parle de l'implication dans le monde du terrorisme islamiste international. Où est-ce qu'il y a les Qataris? Mekash. نهار pour des raisons multiples الجزائر واجهت الارهاب مسلح دركا كي تسمعوا هذاك لونان تاع الانجليز وصحابو جامي كان الارهاب سي المخابرات هي الارهاب وهي الدوله وهي كلش صافي دير المخابرات خطفت بعضها خطفت الشعب لا تخطف الشعب شو بالو بون هاد الناس ما عاشوش الارهاب انا عشت الارهاب كنت كابران ما عشت الارهاب حكاو لي عليه كي كنت نسرب الفرماج كانوا يحكيو لي عليه وين كانت لا تركيا وين كان لو قطر صح كي كنت نسرب الفرماج في الواري باه نضيف لمعلوماتكم كانوا يجيو دي زيكيب من الامريكان تاع الاف بي اي و تاع لي سيرفيس سيكري دي لونسينيمون ميليتار امريكان عندنا يقراو على واه يقراو باسكو ما عندهم اكسبيريونس في افغانستان باسكو هما خدموها عندهم اون اكسبيريونس في الفيتنام اي لون سوبي كانوا يجيو عندنا بور ايفالوي اي او ميم طون ايتوديي ليفولوسيون دي براتيك تيرورست تيرن نحكي لكم هادي سي با ان سيكريت سي ان سيكريت بوليشينال توجور كي كنت نخدم في الفرماجه في الفرماج في لوري ليتابليسمون ريجيونال دانتوندونس نسربي الفرماج حكاو لي القنبله الارهابيه هذيك تاع المسامر هذيك قنبله البغله كي افي بوكو دو ميتيلي في لارمي وفي السيفيل الناس اللي يقول لك الارهاب كان ما كانش انا قلت لهم اختراع قالوا لي واش كنت ولي لا ماشين اون اريير قلت لهم نولي ندير واش درت وندير اكثر باسك فهمت باللي الارهاب البول حيوي هو اللي خلى النظام هذا يكمل